السلام عليكم ويا مساء الجمال عليكم، يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده معاكم فيديو جديد. فيديو النهارده معانا سيده كل افكار التنظيمات المختلفه لكل حاجه بقى موجوده عندنا في البيت، الادوات او للاكل عموما، وطريقه تنظيمه بطريقه حلوه جدا كمان في الثلاجه، كمان المنظمات المختلفه وازاي بتستغل المساحات علشان توفر مكان لكل حاجه موجوده عندها. النهارده معانا سيده منظمه جدا جدا، تعالوا نشوف الطرق المختلفه بتاعتها. تنسوش بقى اللايكات الحلوه بتاعتكم والكومنتس المشجعه، وتقولوا لي ايه رايكم النهارده، وايه كمان يشرفني جدا جدا لو اول مره تشوفي القناه معايا تشتركي معايا وتنضمي كده لعائلتنا، وان شاء الله تتابعي معايا كل يوم فيديو بننزله كلنا نستفيد مع بعض. اسيبكم انا تستمتعوا بالصوت الاصلي للفيديو، وكمان اشوفكم الفيديو الجاي على خير، وسيدات جديده وتنظيمات وروتينات مختلفه ان شاء الله تشجعنا كلنا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي باذن الله، وسلام.